ترأس وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد الدورة السادسة برسم الولاية الخامسة لمجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد يوم الاثنين بالرباط، وذلك بحضور جميع مكونات المجلس من ممثلي الدولة وممثلي المنخرطين في نظامي المعاشات المدنية والعسكرية وممثلي المتقاعدين. الحكومة تبشر الآن الإصلاح ديال هذا الصندوق وديمومته. هذا الإصلاح يعني يجب أن يتم في أقرب وقت، لأنه ابتداء من هذه السنة بدأنا نستهلك طبعا الاحتياطي ديال الصندوق المغربي للتقاعد، لكن هناك ثلاث مقاربات أو ثلاث يعني الأشياء يجب الحفاظ عليها. أولا التدريج في الإصلاح والتدرج، ثانيا الإشراك والمشاركة مع كل المعنيين بالأمر، أكانوا ممثلين نقابيين أو كانوا موظفين، في إطار طبعا واحد يعني تعامل تشاركي. وثالثا أنه الحقوق المكتسبة للموظفين يجب أن تبقى مصونة وأن لا تمس. وإن صبت أشغال الاجتماع على دراسة عدد من المواضيع، همت تقرير اللجنة الدائمة المنبثقة عن المجلس برسم دورة ماي 2014، كما استمع المجلس إلى رأي المدقق الخارجي حول حسابات الصندوق لسنة 2013. وانتهت الأشغال بالمصادقة على مشاريع التوصيات والقرارات المعروضة على أنظار المجلس الإداري.